ازيكم؟ رجعنا لي شركه الخيج، جاتكم فيديو جديد مع حلقه جديده من سلسله ماستر ليج في بيس 2013. ورجعنا لكم يا شباب بعد غياب تقريبا 3 اسابيع عن السلسله الاسطوريه دي اللي انا بحبها جدا. بس مش عارف، انا يعني انشغلت بصراحه في فيفا 22 ونمط المهنه حارس مرمى وسحبت على اللعبه دي، لكن هنرجع لها باذن الله تاني. قبل ما نبتدي سيرش حط لايك، اشترك في القناه عشان نوصل الفيديو ده اكتر من 50 لايك. يلا يا شباب نقدر لكل واحد حط لايك. خلينا نشوف جدولنا النهارده. عندنا مباراه امام اساسونا في الدوري، خلاص احنا قربنا تقريبا على نهايه الدوري، تقريبا قربنا. وهنشوف بقى ايه المباراة، ربع النهائي في الشامبيونز ليج هنلعب مين؟ ربع النهائي في الشامبيونز ليج واسبانيول لو في التوب 10 هنلعبها، لو مش في التوب 10 هنعمل لها سكيب ونلعب المباراة اللي بعدها. بعد كده عندنا مباراتين صعبين جدا، فالنسيا بعد كده برشلونة الكلاسيكو باذن الله، دول هيبقوا الحلقة الجاية. فيلا شباب امام اساسونا ضربة البداية نبتدي على طول. انا مش عارف اللعبة سريعة ليه، انا مش عارف اللعبة ليه في سرعة كده كتير، مش عارف هي معلقة ولا مش عارف. بس انا ديارة شيل يا زينيجا، يلا هي هي هي. ايه ده في ايه؟ لا 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 لا، بس كاسياس بس تشيلو يا كير يا كاسياس. عرضه والله اساسونا ما بيهزروش يا شباب. يلا بقى مشي لعب مشي لعب مشي لعب. يلا رونالدينيو يلعب لكريستيانو يا ولد على بيا. يلا دون بنزيما، راحت يا بنزيما. بنزيما لرونالدو، رونالدو بيحاول يعدي، عدى والله، خد الكوره وبيعدي رونالدينيو لكريستيانو. بيحاول يعمل الرد. يلا بنزيما، روح يا بنزيما، بنزيما حطوا النبي. يلا بنزيما جول بقى، بنزيما جول، 1-0 على طول في شباك اساسونا. والله فريق رزل جدا 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 حقيقي. يلا يا ولد يا ولد يا دون لكريم، والتاني والتاني من كريم بنزيما جول، فتحت يا بنزيما جول، انه الثاني للبنزيما. يلا التالت التالت والهاتريك، التالت والهاتريك، التالت والهاتريك. يلا يا بنزيما اكسر يا بنزيما. يا ايه ده 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 با 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 ايكر كاسياس. با 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 شيل 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 وصفر يا حكم واعلن فوز ريال مدريد 2-0 على اوساسو. اوكي هنلاعب السيتي، هنلاعب السيتي يا شباب، هنلاعب المان بلو اللي هو السيتي في دوري ابطال اوروبا. انا ملعبهم هم ومن جمهورهم. يلا يا شباب لازم نفوز، لازم نفوز. بيبي يا الله على الدفاع اللي مش جاهز خالص، زينيجا حد ينزل مكانه، مارسيلو مارسيلو يلعب هنا. اغلب اللاعبين مش مستعدين لكن نتامل خير ونتفائل. يلا يا شباب اما اجويرو تيفيز وليلى. يلا انه المان بلو او مانشستر سيتي امام ريال مدريد، من سوف يتفوق؟ السيتي بقياده تيفيز واجويرو ام الريال بقياده كريستيانو بنزيما ودروجبا؟ لسه طبعا احنا بندور على ان احنا نجيب العشره، لان الريال في وقتها في 2013 ما كانش لسه حقق العشره. بالوتيلي والتاريخ، والله تشكيله بتاعتهم بصراحه اسطوريه، عندهم بالوتيلي، عندهم يويا توري، وعندهم تيفيز واجويرو، وهنا اجويرو، هنا دروجبا بيعمل المشكله. حلوه 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 يا ولد يا ديدي. يلا يا بنزيما، بنزيما حط ديدي دروجبا، ديدي كريستيانو رونالدو، رونالدو يا عالم يا دون، انه الدون يا كريستي. قال له روح اجري اجري اجري، انت افضل لاعب في العالم وافضل لاعب في اللعبه وافضل لاعب في التاريخ. اوكي بنزيما 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 بيحاول اوزيل، لسه ديدي. يلا بنزيما بنزيما ارجع تاني، بنزيما بطيء شويه في اللف. با 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 تيفيز وكاركاسياس. يلا هي 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 هي، روح بنزيما بنزيما بنزيما، ركز ركز بقى ركز بقى ركز بقى ركز بقى، حطها بقى جوهرت. لا 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 لا، خلي بالنا مارسيلو، اطلع يا ايكر يا كاسياس. حلو يا كاسياس. يلا هي ديدي، اوه حلو 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 حلو، كأول لقاء حلو حلو جدا. مباراة الذهاب قدرنا الحمد لله احنا نجيب هدف على ملعبهم وبين جمهورهم. كان عندنا برشلونة فازت على ملقا اللي وصلوا ربع نهائي دوري الابطال، دي حاجة كبيرة جدا. بورتو بتفوز على انتر ميلان 1-0، واليوفي بيفوز على باريس 1-0 برضه. اسبانيول اسبانيول في المركز الكام يا شباب؟ في المركز السادس. لا اسبانيول خطير. اوكي يلا بينا على طول امام اسبانيول. يلا يا شباب ضربة البداية على ملعب اسبانيول. حلوة حلوة. يلا كريستيانو رونالدو يلعب لبنزيما، بنزيما بنزيما بنزيما، راح بنزيما راح بنزيما راح
يلعب كرة كريستيانو تاني. رونالدو 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 ممكن من هنا. حلوة يلا دي ماريا دي ماريا يلا هي بنزيما بعد يلا هي 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 حطها يا كريستيانو في التسعين قبل نهاية الشوط الأول. شوف يا ابني شوف الون تو شوف هيلعب. بص 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 يا ولا يا ولا يا ولا حطها ولو استلم وحطها. روح يا دون انه كريستيانو شيل 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 اي حد يشيل اي حد يشيل بس شيل. اوكي فاول المكان خطير برضه. كاسياس اعتمدنا عليك يا كاسيا قايل لك اعتمدنا عليك حاسس والله حاسس. حلوة لا مش كل دي. يلا دي ماريا دي ماريا كريستيانو حط يو رونالدو لازم نفوز لازم يا كريستيانو لا خلاص انتهت بالتعادل تنتهي بالتعادل مع الاسف 1-1. مشكلة برشلونة كسبت برشلونة كسبت بقى فارق 6 نقط بيننا وبين برشلونة. مباراة العودة ممكن دي تبقى اخر لقاء معانا. يلا يا شباب مباراة العودة يلا على ملعب من ارضنا باذن الله نفوز. يلا دي دي يا رونالدينيو حلو حلو لا 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 شيل شيل بس لا لا قول بو 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 زيكو كركس. بس السيتي خطير السيتي خطير اسمعوا مني السيتي قريب السيتي قريب 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 لا 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 بو 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 زيكو كان يباص التفز دلوقتي. يلا كريستيانو يلا دروكبا اجري في المساحة دروكبا والمساحة دروكبا والمساحة دروكبا والجول دروكبا والجول وبيأكد تفوق الريال انه الريال مدريد. شوف 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 هي المساحة اجري يا دروكبا اجري يا دروكبا اللي يعرف يجيبك يجيبك مستحيل يجيبوك. لا 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 جت في العرضة حلوة يلا هي كريستيانو دروكبا تاني دروكبا تاني بيرقص بيرقص بيعدي بيعدي بالتالي والتالت لكن لا لا با 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 هدف التقليص هدف التقليص لا 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 نخاف من السيناريو ده نخاف من السيناريو ده. كريستيانو ودي دروكبا يلا التالت واكد اكد عليه يلا دي دي تراول. اوكي خلاص خلاص صفر الحكم ويعلن تاهل ريال مدريد. احنا تعادلنا اي نعم لكن تاهلنا لان انا جايب هدف في مباراه المباراه اللي فاتت وبنتاهل وبرشلونه بتتاهل وانتر بتتاهل واليوفي بتتاهل وتقريبا انتر عملت كامباك على على بورتو كويس جدا. يا الله يا الله هنلعب برشلونه يا شباب نصف النهائي دوري الابطال يا الله يا الله. كده عندنا حلقه جايه عندنا فالنسيا الكلاسيكو في الدوري وفي دوري الابطال يعني الحلقه الجايه يا شباب دمار 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 فانتظروها باذن الله واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ستاتو بيزر لايك اشتركوا تشتركوا معكم احمد نبيل فاهم اشوفكم على خير.